سلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي طبق البوزروغ على الطريقه البلجيكيه، او كيف كنقولوا بالفرنسيه ليمول او ليكوتسي بالايطاليه. الفيديو ديال اليوم هو الدرس الاول كيفاش نتعلموا نطيبوا البوزروغ. غنطيبوا على الطريقه اللي بازيك باش من بعد نقدروا ننتقلوا لوصفات اخرى ديال البوزروغ. للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركة الله، بالنسبة للمكونات كنحتاجو الكيلو ديال البوزروغ أو بلح البحر أو المحار. كنشدو كنغسلوه مزيان حتى كتحيد منو الرملة إلا كانت فيه. من بعد كناخدو واحد الموس وكنكرطوه بهذا الشكل هذا، كنحيدو منو كاع داك الخز وداك الشوائب اللي عالقة بيه. الى لقيتو شي وحده اللي كتكون مهرسه بهذا الشكل هذا، هذه كرميوها. وكذلك واحد الحاجه، الى لقيتو شي وحده اللي كتكون مفتوحه بواحد الشكل اللي مبالغ فيه حتى هي ترميوها، هذيك تسمى ميته. هنا بالنسبه للخضره اللي غنحتاج، كنحتاج واحد جوج عريشات ديال الكرافس. هو من الاحسن يكون الكرافس الابيض، الا كان عندكم ما كانش عندكم ديروا الخضر. وجزره اللي كتكون متوسطه، ونص بصله متوسطه، البصله تكون بيضة من الاحسن بحال كنقولوا البصل ديال اسبانيا. الكرافس كيكون مقطع بهذا الشكل هذا رقيق. الجزر حتى هو نفس الشيء، كيكون بهذا الشكل هذا، كتكون واحد جوج مليمتر، يكون رقيق. وحتى البصله حتى هي كتقطعوا حتى هي نفس الشيء، كتكون مقطعه رقيقه. من الاحسن تكون البصله بيضاء، لحقاش البصله بيضاء دغيا كطيب. ومعلقه صغيره ديال الزبده وشويه الملح والبزار، هو كيبغي البزار. اما بالنسبه للطنجره المخصصه للطياب ديال البوزروغ كتكون بهذا الشكل هذا. الا ما كانتش عندكم يمكن لكم تستعملوا اي طنجره عندكم في البيت، هو بشرط تكون بالغطايه ديالها. هنا البارتي الكبيره هي اللي كنطيبوا فيها، والبارتي الصغيره كنلحوا فيها الاصداف خاويين. واحد الحاجه كنأكد عليها ملي تشريوه، دائما في الثلاجه تشريو هذا المحار هذا، حطوه في الثلاجه. اما بالنسبه للطريقه ديال الطي، كناخذوا الطنجره كنوضعوا فيها الزبده، الكرافس، البصله، الجزر، عاد باش كنوضعوا المحار او بوزروغ، شويه البزار، شويه الملح، وكنشعلوا العافيه على جهدها. النار تكون مرتفعه، باش الا طيبتوا على نار اللي غتكون متوسطه او مهيله غيطيب من الداخل ولكن ما غيتحلش. ولا بغيتوا مثلا تتشحروا الخضره عاد باش ديروا بوزروغ، ماشي مشكل، حتى هي كتجي مزيانه. هنا غنغطي عليه وغندير الماكسيموم ديال النار اللي عندي في الفورنو، ها هي 240 كيف كتشوفوا، اعلى درجه حراره عندي في الفورنو. من بعد 4 دقائق غيبان لكم الفوار، البخار بدا كيخرج، وغتبان لكم الغطايه ديال الطنجره غتبدا كتحرك. تما غتقلبوه شويه من الاسفل الى الاعلى، ما تقلبوش بزاف باش هذاك الشيء اللي لداخل ما يطيحش لينا، حيت هو يا لو شارم ديال البوزروغ ملي كتاكلوه خصكم تبداو نتوما تحيدوا فيه من الداخل، ما بغيناش هذاك الشيء يطيح كاع كله. من بعد ما حركناه المره الاولى غنزيدوا ليه دقيقه وغنحركوا واحد جوج المرات، صافي ها هو وجد. وما تنقصوش العافيه، خليوها مجهده تيطيب، من بعد 5 دقائق كيوجد.
هادشي علاش قلت لكم قبيله ما تحركوش بزاف باش اللب ديالو ما يطيحش من الصدفه. واش هادي هي الحلاوه ديال الماكله ديالو؟ الوصفه ديال اليوم كانت بحال الدرس الاول كيفاش نطيبوا بوزروق. بالنسبه للناس اللي عمرهم ما طيبوا بوزروق خصهم ضروري ما يتعلموا هالطريقه عاد باش ندوزوا لطرق اخرين. بالنسبه للوصفه القادمه ان شاء الله حتى هي غتكون طبق ديال بوزروق ولكن غتكون بمكونات اخرى اللي غيخليوها تجي ألذ واحسن من هذه الوصفه اللي شفتوا اليوم. بعد ملي كناكلو بوزروق ديالنا كنشربو هاد الحساء هذا اللي كيجي تا هو لذيذ بزاف، هذا غير الماء اللي طلقو بوزروق. وكانت هادي هي النهاية ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعليق الزوينة اللي كتحفزني باش نجيب لكم دائما الجديد. خليتكم هاد الساعة، بسلام عليكم.